بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفدية الحج على قسمين: فدية النسك وفدية التمتع والقران، هذه فدية النسك. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام في الحج 7 إلى رجعت، هذه فدية نسك وهي فدية التمتع والقران. إذا قدر عليها ذبحها، وإذا لم يقدر عليها فإنه يصوم بدلها 10 أيام على الترتيب لا على التخيير. والنوع الثاني فدية جبران، وهي الفدية التي تجب لترك واجب أو فعل محظور، هذه تسمى فدية جبران، يعني تثمير نقص حصل في الحج. وهذه قاسوها على فدية التمتع، أنها على الترتيب: إن وجد الفدية ذبحها، وإلا فإنه يصوم 10 أيام. والثالثة فدية الإحصار، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد فإنه يصوم 10 أيام أيضا. وهناك قسم رابع وهو فدية الأذى. فدية الأذى، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سميت فدية الأذى في هذه الآية: أو به أذى من رأسه. فإذا احتاج المحرم إلى فعل محظورات من محظورات الإحرام فإنه يفعله ويفعل. يحتاج إلى حلق رأسه يحلق ويفدي، يحتاج إلى أن يغطي رأسه من البرد فإنه يفعل ويفدي. هذه الفدية المخيرة في الآية، ففدية من صيام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام 3 أيام لا 6، 3 أيام. أو صدقة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام. أو نسك، يعني ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو حيث وجد سبب المحظور من حل أو حرام، فإنه يفعل المحظور الذي احتاج إليه ويفدي هذه الفدية على التخيير، بين أن يذبح شاة ويوزعها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف، أو يصوم 3 أيام كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، الذي هو سبب نزول هذه الآية. هذه أنواع الفدية في الحج، وليس فيها صيام 6 أيام، إنما فيها صيام 10 أيام أو 3 أيام على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة صاحب النافلة لصاحب الفريضة والعكس بالعكس؟
صحيح أنه لا بأس بذلك أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف معاذ رضي الله عنه، وصلاة معاذ نافلة لأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج وصلى بأصحابه، فهي له نافلة ولهم فريضة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على معاذ، ولم يأمرهم بالإعادة، دل على جواز صلاة النافلة على جواز صلاة الفريضة خلف النافلة. وصلى الصحابة أيضا خلف عمر بن سلمة وهو صبي لم يبلغ، وصلاة الصبي نافلة، وصلاته صلاة أصحابه فريضة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أقرهم على ذلك. وكذلك العكس، تجوز صلاة النافلة خلف صلاة الفريضة، وذلك كما في قصة الذين صلوا في منى ثم جاءوا وإلى مسجد الخيط والنبي صلى الله عليه وسلم صلي بأصحابه فجلسوا ولم يصلوا، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا جئتم الصلاة تقام فصلوا معه فإنها لكم نافلة، دل على أنها تجوز صلاة النافلة خلف الفريضة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل دخل في صلاة العشاء، وكما في حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه، لما دخل رجل فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. هي لأبي بكر نافلة أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي دخل في حقه فريضة، فدل على صحة اقتداء المتنفل بالمختلع. نعم. أحسن الله إذا تدخل في صلاة العشاء فقد قطع رحيم خير لإتمام الصلاة، ثم جاءت جماعة متأخرة فقدموا المأموم المتأخر هذا ظنا منهم أنه منفرد. السؤال: ما حكم صلاة المأموم المتأخر، وما حكم صلاة الجماعة المتأخرة خلفه، وكيف يتعامل الإنسان مع هذا الموقف إذا كان غير جائز؟ هذا خلاف الأولى، الأولى أنهم ما داموا جماعة يصلون وحدهم، جماعة فاتتهم الصلاة فيقدمون واحدا منهم ويصلون جماعة، وليس بحاجة إلى الذي قام يقضي ما فاته، هذا يتم صلاته وحده لأنه من جماعة الإمام الأول، يتم صلاته وحده، وأما هم فيقيمون جماعة من أنفسهم، هذا هو الأولى والخروج من الخلاف أيضا. وعلى كل حال من فعل هذا لا نقول إن الصلاة باطلة، صلاتهم صحيحة، لكنها خلاف الأولى وخلاف الأحسن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل توجد سنة يقال لها سنة الوضوء، وهل يجوز أن يصليها المسلم بعد العصر وقبل المغرب؟ نعم، هناك سنة تسمى سنة الوضوء، فيستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، كما في حديث بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على الجنة فوجد بلالا أمامه سبقه في الجنة، فما هو العمل الذي فعله بلال؟ فقال: يا رسول الله ليس إلا أني كنت إذا توضيت وضوءا صليت بعده ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فدل على، وأما كونها سببها الوضوء
فمن العلماء من يرى أنها تفعل في وقت النهي بسبب، ومن العلماء من يقول تصلى في وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في وقت، فهذا ينفي على الخلاف. ولعل الأرجح والله أعلم أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول: حكم دراسة القوانين الأجنبية كالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيره في الجامعات ودراسة الأنظمة وأخذ الشهادات على ذلك؟ لا يجوز أن يجعل ذلك نظاما ويجعل منهجا في الجامعات يزاحم الفقه ويزاحم علوم الشريعة واللغة، لأننا مسلمون ندرس شريعتنا وندرس لغتنا، فقد أغنانا الله بذلك وشرفنا على غيرنا من الناس، فلا يجعل هذا منهجا عاما في الجامعات يزاحم العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، لأننا مسلمون وديننا الإسلام ودستورنا القرآن، هذا الذي يجب علينا دراسته، ويجب على الجامعات في العالم الإسلامي أن يكون منهجها على هذا النمط دراسة العلوم الشرعية. أما بالنسبة للأفراد، واحد متمكن من علوم الشريعة ويريد أن يطلع على القوانين لأجل أن يعرف ما فيها من الباطل فيرده يرد عليه، فهذا قد يكون له وجه، لأنه لغرض صحيح وهو رد الباطل والاطلاع على ما في هذه القوانين من الشرور وما فيها من مخالفة الشرع فيرد عليه ويبين مخازيه. بالنسبة للأفراد المتمكنين من علوم الشريعة ولمعرفة الحق من الباطل لا بأس بالاطلاع، أما أن يجعل هذا في مناهج الجامعات الإسلامية ويزاحم به العلوم الشرعية، وبعض الدول تسميها كلية الشريعة والقانون، الشريعة والقانون جعلوا القانون معادلا للشريعة، هذا من الباطل فلا يجوز. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. قال السائل يقول: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وتلاوة القرآن؟ يقول سلمك الله: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وتلاوة القرآن؟ ليس هناك صلاة نارية، ليس هناك صلوات نارية، إن كان شيء موجود منها فهو بدعة فلا يجوز العمل به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع في بعض خطب الجمعة عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وليس من تراب مثل سائر الناس، فأسأل عن صحة هذا الكلام. هذا كلام باطل لا أصل له، الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، وآدم مخلوق من تراب وذريته مخلوقة من ماء مهين، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخر الآية، هذا عام في جميع بني آدم، عام في جميع بني آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم من بني آدم بلا شك، فهو مخلوق مما خلق منه بنو آدم، والذين خلقوا من النور هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإن الله خلق الجن من النار، خلق الجان من مارج من نار يعني من اللهب، وخلق الملائكة من النور كما صح في الحديث، وخلق آدم وذريته مما علمتم
آدم من الطين وذريته من ماء مهين. ويدخل في هذا الأنبياء وغيرهم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور إلا المبتدعة والصوفية، وهذا غلو، هذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخراج له عن البشرية إلى درجة الملائكة، هذا أمر باطل واعتقاد فاسد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من أبوين، من أبيه عبد الله ابن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، كما يخلق سائر البشر بين ذكر وأنثى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم أن من السنة عند السعي أن يرقى الساعي إلى جبل الصفا والمروة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأيام أيام الحج وشدة الزحام، هل يكتفي الساعي بالدوران والرجوع بعد وصوله إلى نهاية الحاجز الفاصل بين الزاهد والآيد؟ وهل يجوز له ذلك أم لا بد من الرقي على الجبل أو اللف حول العمود أو القبة التي في الدور الثاني؟ الصعود ليس على الجبل كله، وإنما على طرف الجبل، على طرف جبل أبي قبيس وهو الصفا، وعلى طرف جبل قعيقعان وهو المروة، على طرف الجبل، على طرف من الجبل. وهذا الصعود سنة ليس واجبا، الواجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب، أن لا يبقى شيء بين الصفا والمروة لم يسعى فيه. وأما صعود الصفا وصعود المروة فهو سنة، إن أمكن فهذا سنة، وإن لم يمكن فسعيه صحيح إذا استوعب ما بين الصفا والمروة. نعم. ويسأل عن الدوران حول العمود أو القبة، لا بأس بذلك، المهم أنه أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة، وإذا حصل الصعود على الصفا أو على المروة هذا السنة، يدور على العمود أو ما يدور، ما كله سواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد أشخاص يحرمون إخوانهم من الميراث الشرعي، فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم أو أبنائهن ما منعهن آباؤهن من الميراث، ويقولون إن الإثم على آبائنا لا علينا، فهل كلامهم هذا صحيح أم أنه يلحقهم من الإثم ما لحق آباءهم إذا لم يعطوهن أو أبناؤهن نصيبهن من الإثم؟ أعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، يوجد أشخاص يحرمون إخوانهم من الميراث الشرعي، إخوانهم أو أخواتهم، إخوانهم يقول، لأن السؤال يعطينا المراد إناث أخواتهم، يحرمون أخواتهم من الميراث الشرعي، أي فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم، لم يعطوا عماتهم، دل على أن المراد أخواتهم. قال: ثم ساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم أو أبنائهن ما منعهن آباؤهم من الميراث، ويقولون إن الإثم على آبائنا لا علينا، فهل كلامهم صحيح أم يلحقهم من الإثم ما لحق آباءهم إذا لم يعطوهن أو أبنائهن نصيبهم من الإرث؟ هذا على مذهب أهل الجاهلية الذين يحرمون النساء من الميراث، هذا مذهب أهل الجاهلية. أما الإسلام فقد أعطى النساء حقهن من الميراث، كما قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف. قال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، والمراد بالأبوين الأب والأم، فأعطى الأم الميراث من ولدها. وكذلك الزوجة ولهن ربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، هذه وصية يوصين بها. ولهن الربع لهن يعني الزوجات، لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فجعل للنساء ميراثا سواء كن أمهات أو جدات أو بنات أو أخوات، لهن الميراث. وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان النساء من الميراث، وتوعد الذين يخالفون هذا الحكم الشرعي تلك حدود الله، لما فرغ من آيات المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تعدى حدوده في المواريث ويعم جميع الحدود، لكن السياق في المواريث. فهذا الذي يحرم الإناث من ميراثهن من أقاربهن هذا على منهج الجاهلية والعياذ بالله. فيجب على المسلمين أن يمنعوا هذا المذهب الباطل، وأن يعطوا النساء حقهن من الميراث. ويجب على من يمنع النساء من الميراث أن يتوب إلى الله، لأنه إذا فعل هذا متعمدا فهذا ردة، هذا ردة عن دين الإسلام. فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويعطي النساء حقهن من الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأجمع عليه المسلمون. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نشرت مجلة الدعوة في الرياض في عدد الأخير تحقيقا مع عدد من المدرسات والتربويات يشجعن على تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية وما قبلها من التمهيدي. السؤال: ما حكم تعلم لغات غير العربية ولا سيما لأبنائنا، وما هو توجيه فضيلتكم؟ وقد سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرم ذلك ويشدد فيه، فهل هذا صحيح؟ تعلم اللغة الأجنبية هي يجوز عند الضرورة إذا احتاج إلى ذلك، فإذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يحرم تعلم لغة العالم، إنما يجوز هذا بقدر الضرورة. ولا تسأل، ليس لهم حاجة إلى تعلم اللغة الأجنبية ولا يستطيعونها، وإن يتعلموها في هذا السن فإنهم ينسونها، فيكون تعبا بلا فائدة، هم لم يحتاجوا إليها حتى لأنهم أطفال، ولأنهم بحاجة إلى تعليم اللغة العربية والقرآن وأحكام الشريعة، فلا يرون ما يزاحم هذه العلوم الشرعية، ولا يجعل هذا منهجا في المدارس والمعاهد والكليات، لا يجعل منهجا، لكن يمكن يجعل له دورات، يجعل له قسم خاص، أما أنه يمزج مع المناهج ويجعل كأنه مادة شرعية يزاحم المناهج فهذا لا يجوز، لا للكبار ولا للصغار،
أما الصغار فلا يجوز تعليمهم الهكلابية لأنهم ليسوا بحاجة إليها ما بعد احتاجوا إليها، وتعلمهم إياها في سن مبكر ينسونه فيكون تعبا بلا فائدة، وهذا مما أنكره العلماء ولا يزالون ينكرونه، ولن يكون إن شاء الله. وفي محاولات من أهل الشرع أن يجعلوا اللغة الإنجليزية تبدأ مع الأطفال، في محاولات، ولكن ندعو الله أن تبوء محاولاتهم بالفشل وأن يرد كيدهم في نحورهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل في خطبة الجمعة نسي الجلوس بين الخطبتين، هل تصح الجمعة في مثل هذه الحالة؟ وماذا لو ترك ذلك عمدا؟ الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب حتى لو تركه عمدا، فخطبته صحيحة، صلاته صحيحة، إذا خطب خطبتين فصلاته صحيحة ولو لم يجلس بينهما، لأن الجلوس سنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن شباب دخلنا في أحد المساجد ونحن مسافرين، وفاتتنا الجماعة الأولى، ووجدنا جماعة تصلي وكان عددهم اثنان، فقال شاب منا: لا تصلوا معهم، إنما صلوا وحدكم وكلنا جماعة. فقلنا له: إن هؤلاء جماعة ولا يجوز أن نقيم جماعة أخرى. فقال: هؤلاء لا تظهر عليهم علامات الصلاة، علامات الصلاة أو الصلاة كفر كذا يقول، ونحن أكثر منهم وأفضل. السؤال: هل يجوز أن ندخل معهم أو نصلي وحدنا؟ لا يجوز تعدد الجماعات في مسجد واحد، فإذا وجدتم جماعة يصلون فادخلوا معهم، ادخلوا معهم وتابعوا الإمام، تابعوا الإمام، إذا أتم الصلاة يلزمكم الإتمام ولو كنتم مسافرين، وإذا كان الإمام مسافرا وأنتم مقيمون ادخلوا معه، فإذا سلم فقوموا وأتموا في أنفسكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. فيجوز للمسافر أن يصلي خلف المقيم ولكنه يتم الصلاة، ويجوز للمقيم أن يصلي خلف المسافر، وإذا سلم المسافر فإن المقيم يقوم ويكمل صلاته. وأما أن هذول جماعة وذول جماعة في مكان واحد هذا تفرق، وقد نهينا عن التفرق والاختلاف وأمرنا بالاجتماع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: متى يسمى الرجل من الخوارج؟ هل إذا فعل خصلة من خصالهم يعد منهم، أم يجب أن يعتقد ويعمل جميع أعمالهم؟ من عمل عمل الخوارج وقال بقولهم فإنهم اعتبروا من الخوارج. الخوارج هم الذين يخرجون على إمام المسلمين ويشقون عصا الطاعة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد أو فعله مع إمام المسلمين فإنه من الخوارج. وكذلك من يكفر المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، هذا مذهب الخوارج. فمن كفر المسلمين، كفر أحدا من المسلمين بمعصية دون الشرك فإنه يعتبر من الخوارج، هذا مذهب الخوارج، نسأل الله العافية. وهذا الأمر يحتاج إلى أن يدرس الإنسان العقيدة الصحيحة ويتفقه في دين الله ويتجنب الجماعات الفاسدة والجماعات المبتدعة، ولا يقرأ في كتبهم وهو ليس متمكنا وعارفا بالحق. عليه أنه يدرس العقيدة الصحيحة على أهل العلم ويتبصر فيها حتى لا يجلق هذه المجالق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت تسأل عن موقف المسلم، موقف المسلم فيما يجري الآن في على إخواننا في فلسطين من ناحية الدعوة أو بذل المال أو الجهاد معهم. الواجب على المسلمين الدعاء لإخوانهم المسلمين ومساعدتهم بالمال
مساعدتهم للمال والدعاء، هذا هو الواجب وهذا هو الذي ينفعهم ويعينهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم المظاهرات وهل هي من الجهاد في سبيل الله؟ المظاهرات لا فائدة فيها، هي فوضى، هي من الفوضى. وماذا يضر العدو إذا تظاهر الناس في شارع من الشوارع ورفعوا أصواتهم؟ بل ربما أن هذا يفرح العدو فيقول إنه قد أساءهم وقد ضرهم، يفرح هذا العدو. الإسلام دين السكينة ودين الهدوء ودين العلم، ما هو دين الفوضى والصحب، إنما هو دين يتوخى السكينة والهدوء مع عمل الأعمال المفيدة والمجزية من نصرة المسلمين والدعاء لهم وإمدادهم بالمال والسلاح، هذا هو المجزي، والاحتجاج لهم عند الدول بأن يرفع عنهم الظلم ويطالب الدول التي تزعم الديمقراطية، تطالب بأن يعطى هؤلاء المسلمون حقهم وحق الإنسان اللي يقولون يترجحون به. لكن هم عندهم أن الإنسان هو الكافر، أما المسلم عندهم ليس إنسانا بل هو إرهابي، يسمون المسلمين إرهابيين، والإنسان الذي له حقوق هو الكافر عندهم. فعلى المسلمين أن ينهجوا منهج الإسلام في هذه الأحداث وغيرها. الإسلام ما جاء بالمظاهرات والسخط ورفع الأصوات أو تدمير الممتلكات أو الاعتداء، هذا كله ليس من الإسلام. نعم. ولا يفيد، ولا هذا يضر المسلمين ولا يضر العدو، لا يضر المسلمين ولا يضر عدوهم، بل عدوهم يفرح بهذا ويقول: أنا قد أثرتهم وأنا قد أغضبتهم وأنا قد أثرت فيهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هناك مشروب وطني عصير يباع في المحلات وقد كتبت عليه هذه العبارة: عندما تتجمع قوى الشر والظلام بالسيطرة على العالم ينطلق. يقول: هناك مشروب وطني أي عصير يباع في المحلات وكتب عليه هذه العبارة: عندما تتجمع قوى الشر والظلام للسيطرة على العالم ينطلق هاني مدافعا عن العدالة ليهزم الأشرار. هاني إنه فتى رهيب يستمد قوته من عصيره الذي يحتوي على مزيج من الفواكه الطبيعية والفيتامينات، خذ جرعة من عصيره المتميز لتزداد قوة وتساعد في مغامراته. هذه دعاية لهذا العصير، ودعاية هؤلاء الشركات وهذه المصانع لمن توجاتهم، دعايات كثيرة متنوعة، فهذا من الدعاية الباطلة والسخرية. والعصير في حد ذاته مباح إذا لم يكن فيه مادة محرمة أو يكون مسكرا، وإنما هو عصير فواكه ليس فيه إسكار، هذا من المباحات. ودعوا عنكم هذا الكلام، هذا دعاية فقط، دعاية لهذا العصير، وهي دعاية كاذبة ودعاية باطلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل الذكر بعد الأذان خاص بالمستمع أم المؤذن أيضا أن يقوله؟ نعم، يستحب للمؤذن أنه يتابع نفسه، فإذا قطع صوته بكلمة الأذان وفرغ منها فإنه يقولها سرا بينه وبين نفسه ما بالمتابعة، ليدخل في الحديث: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، إلى آخر الحديث، هذا يثمن المؤذن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك بعض المؤذنين حينما يؤذن يكون أذانه ملحنا بشكل واضح بالإضافة إلى تنقيط الأذان، السؤال: هل الأذان بهذه الصفة صحيح وما توجيهكم حيال ذلك؟ الصحة صحيح لكنه مكروه،
مكروه تنقيط الأذان وتنغيمه، هذا مكروه. أما الأذان فهو صحيح، قالوا يصح ولو كان ملحنا أو ملحونا يصح، لكن مع الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن صحة هذا الحديث وعن معناه: خير الذكر الخفي، وخير العبادة أخفاها، وخير الرزق ما يكفي. والله ما أعرف عن هذا الحديث شيء، ولكن لا شك أن إخفاء الأعمال أبعد عن الرياء. إخفاء الأعمال أبعد عن الرياء، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة كتعليم الجاهل وتذكير الغافل. إذا كان في إظهار الأعمال مصلحة راجحة أو تصدق صدقة ظاهرا علشان يراه الناس يصدقون مثله، فهذا مقصد حسن. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وعلى كل حال إخفاء الأعمال الصالحة أحسن، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة فإن إظهارها أفضل من إخفائها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو أن توجهوا نصيحة لمن يذم العلماء ويقول إن العلماء لا يفتون في بعض الأمور خوفا على مناصبهم أو خوفا من ولاة الأمور، أو أنهم مغيبون أو يغيبون الناس عن قضايا الأمة، وما الحكم بمن يقول ذلك؟ هذا ليس بغريب الكلام هذا، الاتصال لقول المنافقين فيما سبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا غرابة أن يقول هؤلاء في العلماء هذه المقالة، هذا امتداد لقول المنافقين من قبل، ولن يضروا إلا أنفسهم. الذي يقول هذا الكلام لن يضر إلا نفسه ولا يضر الناس شيئا، لكن عليه أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله رحمة بنفسه من الإثم. وأما العلماء فلن يضرهم، بل هذا يرفع في درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ذكرت حفظك الله أن الجلوس بين الخطبتين سنة وتصح صلاة الجمعة بدون هذا الجلوس، ولكن ماذا لو اكتفى الخطيب بخطبة واحدة فقط سواء كان ذاكرا أو عاد؟ تصح صلاة الخطبة إذا اقتصر على خطبة واحدة والصلاة غير صحيحة، لا بد من الخطبة للأرض. يشترى صحة صلاة الجمعة قدم خطبة، لا بد من هذا. وقالوا إن قطعتين إلا إذا كانت بين فإنه ترك خطبة، يعني ترك، فلا يجوز الاقتصار على خطبة واحدة. فلا لا فإنه يعجل عن الإمامة، لا يجوز التكعلي عليه، بل يجب رفعه إلى جهة المساجد، إلى الجهة المسؤولة عن تنصيب الأئمة عن الإمامة، لئلا لا يفسد على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: قل هل يجوز الصوم يوم السبت والأحد والاثنين كفارة لما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟ كفارة يصومها في أي يصوم الكفارة، ما فيها، لأنه لم يحدد لها أيام معينة. الله تعالى يقول: فصيام ثلاثة أيام، ولم يحدد في أيام محددة. وأما الصوم الذي يكره، قالوا يكره إفراد رجب، إفراد شهر رجب، وإفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، هذا الصوم الذي يكره. ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا عن دم نسعة أو قران. نعم. ويحرم على الحائض الصوم أيام الحيض والنفاس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلح بين رجل وامرأته بأن يقرأ القرآن
والأدعية المأثورة عليهم بنية الإصلاح؟ هذا ورد، ما هو الإصلاح، هذا ورد. الإصلاح أنه يشوف الخلاف اللي بينهم ويتدخل في إصلاحهم ويمنع المخطئ من الخطأ منهما، يمنع المخطئ من الخطأ ويذكره بالله عز وجل ويعظه وينصحه، هذا هو الإصلاح. ولو تحمل مالا في مقابل ذلك فهو مأجور. أما الدعاء وقراءة القرآن هذه أذكار وورد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن في ماليزيا ونصلي خلف إمام يقنص في الفجر دائما، السؤال: هل يجب علينا رفع أيدينا في القنوت والتأمين على دعائه أم لا؟ نعم، تابعوا الإمام إذا قنت فاقنطوا معه ولو كنتم أنتم لا ترون القنوت، لكن ما دام الإمام يراه فتابعوا واقنطوا معه وارفعوا أيديكم. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي مريض ولا يستطيع إدارة أمواله، وقام بتوكيل من المحكمة بإدارة أمواله وجميع ما يخصه من نفقة على أولاده وغيره، حيث توجد له امرأتان، الزوجة الأولى لها 5 أولاد وجميعهم متزوجون، وله منها ابن عمره 25 عاما وهو غير متزوج، والزوجة الثانية لها 5 بنات قصر وأبناء قصر وابن عمره 20 سنة. السؤال: بحكم أني أنا الوكيل، آمن من فضيلتكم أن توجهوني بالطريقة المثلى في كيفية العدل في النفقة على الأسرتين سواء المتزوجين أو القصر، وهل هناك طريقة معينة لهذا شرعا أو يكون الاجتهاد مني على حسب حاجتهم؟ النفقة على زوجات هذا المريض واجبة، لأن تعطي كل واحدة ما يكفيها، تعطي كل واحدة منهن ما يكفيها، ولا تفضل بعضهن على بعض في الزيادة عن العدل، هو إعطاء الكفاية فقط. وأما الزيادة فلا يجوز أن تخص بها بعضهن دون بعض. وأما الأولاد فالقصر أيضا تجب نفقتهم فيما يحتاجون، تنفق عليهم قدر حاجتهم. وأما الكبار، أما الكبار والمتزوجون فهؤلاء إن كان لهم موارد، إن كانوا يكتسبون ولهم موارد فليس لهم نفقة في مال والدهم، لأنهم استغنوا بكسب يغنون بها. أما إن كان ليس لهم موارد ولا يستطيعون الكسب لمرض أو لعائق من العوائق، لا يستطيعون الاكتساب، فلهم النفقة من مال والدهم بقدر حاجتهم، بقدر حاجتهم وحاجة زوجاتهم وأولادهم. إذا كانوا ليس لا يقدرون على الكسب، كانوا معوقين ولا يقدرون على الكسب، فهؤلاء لهم النفقة في مال والدهم بقدر كفايتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل من صدر منه تساهل أو ما صدرت منه أفكار غربية؟ يقول سلمك الله: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل علماني على كل من صدر منه تساهل أو صدرت منه أفكار غربية، وهل العلمانية كفر؟ نعم، العلمانية كفر، والعلمانية يقولون هي فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما في المعاملات وفي الحكم وفي فليس للدين دخل. هذه العلمانية فصل الدين عن الدولة. الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، اللي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة، وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط، هذا لا شك أنه خطأ وإلحاد. أما إنسان يصدر منه بعض الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد، هذا يعتبر عاصيا ولا يعتبر علمانيا، هذا يعتبر من العصاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر نحو 30 عاما،
ولا أعمل، وأنا حاصل على شهادة عالية في مجال طب الأمراض منذ 5 سنوات، وأنا أكبر إخوتي ولم أتحصل على عمل إلى الآن. وقد عرض علي أحد الأصدقاء عملا في مجالي، ولكن بشرط أن أخفف اللحية تخفيفا، والوضع عندنا يحاسب على إعفاء اللحية، فما توجيه فضيلتكم لمثل حالتي؟ ما علاقة اللحية بالعمل؟ اللحية ما لها علاقة بالعمل، هذا من النفاق. هذا يقول لك الكلام، هذا دليل على نفاقه، فلا تطيعه، هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والرزق عند الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا وجدت عمل بدون ارتكاب معصية فاقبله، وإذا لم تجد عملا إلا بارتكاب معصية فلا تقبله، وما عند الله خير وأبقى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني أن في بلادنا في مواسم العمرة خصوصا في رمضان والحج تقوم الوكالات السياحية الخاصة ببيع التأشيرات بحوالي 100 دينار للعمرة، وأحيانا إلى 400 دينار، علما بأن التأشيرة مجانية من السفارة السعودية، وهناك بعض العاملين الأجانب في السفارة يقومون بنفس الشيء. السؤال: ما حكم شراء هذه التأشيرات منهم، وما حكم دفع المبالغ إليهم، سيما أنه لا قبل لنا إلا بالتقيد بهذه التأشيرات ومواعيدها؟ إذا كانت التأشيرات تبذل مجانا من الحكومة فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، ومن باعها وأكل ثمنها هذا حرام عليه، لأن الدولة بذلتها للمستحقين للحج والعمرة الذي لم تنطبق عليهم الأنظمة، فتعطى لهم هم مجانا كما قررتها الدولة، والذي يبيعها هذا يعتبر ظالما واكلا للمال بالباطل، فلا تفيدوهم على هذا الشيء، تبذلون لهم الاموال وتشجعوهم على البيع ويكون لها سوق، بل عليكم بالرفع عنهم لولاة الامور، لانهم يبيعون التأشيرات على الناس ولا يتبعون الانظمه التي تنفذها الحكومه في طرف التأشيرات. ارفعوا عنهم لولاة الأمور الذين أصدروا هذه التأثيرات، أما إذا شريتموها فقد شجعتموهم على هذا العمل، شجعتموهم على البيع والتلاعب، ويصير ما يقدر على الحج إلا من يشتري، وهذا ظلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة عديدة وردت تسأل عن حكم القنوت في مثل هذه النوازل والدعاء بشكل فردي أو في صلوات الجماعة، وهل يجوز لأئمة المساجد أن يقنطوا من دون صدور أمر من ولي الأمر، وهل يجب على الجماعة في أن يؤمنوا على دعائهم إذا قنطوا بدون إذن؟ الدعاء ليس ممنوعا، الإنسان يدعو لنفسه ولإخوانه وليس ممنوعا، يدعو في صلاته، يدعو في ركوعه وسجوده، يدعو في قنوته الوتر، في قنوت الوتر ليس ممنوعا من الدعاء. أما القنوت في الفريضة فهذا لابد من الإفتاء به من الجهة المختصة بالإفتاء، لأن النظر في أمور الصلاة وتقدير الأحداث التي يقنت من أجلها لابد له من دراسة، ولابد له من تأمل، وهذا مرجعه إلى أهل العلم، هم اللي يقدرون الحوادث التي تستحق القنوت والحوادث التي لا تستحق، وليس من حق كل أحد أنه يقنط في الفريضة ويدخل في الفريضة ما ليس منها، هذه أمور لا بد من انضباطها. أما أن تقنط في وترك وتدعو على الكفار وعلى أعداء الإسلام هذا مطلوب، أو تدعو في ركوعك وسجودك حتى في الفريضة، تدعو في ركوعك وفي سجودك حتى في الفريضة ما فينا،
إنما القنوط في الفريضة هذا هو الذي يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم في تقرير المفوضات له. وإذا قنت واحد من الشباب على ما قلتم أو من اللي عندهم غيره أو عجلة صلاته صحيحة إن شاء الله، لكنه مخطئ. صلاته صحيحة لكنه مخطئ، ولا مانع أنكم تؤمنون على دعائه، لأن هذا دعاء تؤمنون عليه وتتابعون الإمام مع مناصحته، لأن يعني يقال له لا تقنط إلا إلى قدرة فتوى من أهل العلم، لا تشوش على الناس، خلي الناس يتساءلون أو يحدث عندهم شيء من السكوت فيك ويتهمونك، خليك على طريق واضح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ورد الدليل على قول بسم الله عندما أسكب الماء الحار أو أسكب اللبن أو أضع الشيء بقوة؟ لا شك أن ذكر الله حسن حصين للمسلم، ومنه بسم الله إنها حسن حصن بها المسلم، فتذكر تقول بسم الله عندما تسقط، عندما تضع شيء في الأرض، عندما تدخل، عندما تخرج، يبدأ بهذه كل أمر ببال بسم الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان جاهلا ويطرأ على باله أمور غريبة يحسب أنها حرام ولكنها في الحقيقة في كفر، وهو مفرط لا يسأل عنها، فهل يكفر إذا عملها؟ نعم. يقول: سلمك الله. إذا كان الإنسان جاهلا ويطرأ على باله أمور يحسب أنها حرام ولكنها في الحقيقة كفر، وهو مفرط لا يسأل عنها، هل يطرأ على باله ولا يعملها؟ إلا كان مجرد أنه وسوس في نفسه ولم يتكلم ولم يعمل فلا حرج عليه. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد الوسواس لا يؤثر ولا يضر. أما إذا عمل هذا العمل، إذا عمل هذا العمل المحرم أو تكلم به فإنه يؤاخذ كما في الحديث: ما لم تتكلم أو تعمل، دل على أنها إذا تكلمت أو عملت تؤاخذ على فعلها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد كريم في الأسواق يمنع أو يوقف نمو الشعر في المكان الذي يوضع فيه، فما حكم استخدام هذا الكريم في منطقة الإبطين والعانة؟ إذا كان يشتمل على مواد محرمة فإنه لا يجوز استعماله، أما إذا لم يشتمل على مواد محرمة فهذا يراجع فيه الطبيب من الناحية الصحية، لأنه ربما يكون ضارا بالصحة، فيراجع فيه الطبيب هل هو ضار بالصحة أو لا، فإن كان ضارا بالصحة لا يجوز استعماله، فلا يجوز استعماله في حالتين: الحالة الأولى أن يكون مشتملا على مادة محرمة كمشتقات الخنزير، مشتقات الخنزير أو غيره من المحرمة. الحالة الثانية إذا كان فيه ضرر على صحة الإنسان، إنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل شيئا فيه ضرر على صحته. والحمد لله الآباط والعانة إذا طالت لها القصد ولها الحلق تدال بالطريقة النافعة غير الضارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة وهي قولهم إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، حيث أنها منتشرة في مناهج العلوم في مدارسنا؟ كل شيء أصله العدم، والله أوجده، الله خلق الأشياء من العدم، ليس فيه مادة قديمة لا تفنى، ليس لها بداية وليس لها نهاية، هذا لا يجوز، هذا كلام أهل الطبيعة، ليس هناك شيء ليس له بداية ولا نهاية إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس له بداية ولا نهاية. أما ما عداه فله بداية وله نهاية، مخلوقات كلها لها بداية ولها نهاية. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتاجر في لباس البنطال الذي يلبسه الرجال، خاصة أنه من صنع الكفار،
الأصل في الملابس الإباحة إلا ما كان فيه فتنة كلبس النساء للبنطال، هذا فيه فتنة لأنه يبين مقاطع الجسم وضيق وفيه فتنة، ليس هو من ملابس النساء. وأما بيعه على الرجال إذا كان من عادتهم يلبسونه، إذا كان من عادة الرجال أنهم يلبسونه فلا بأس بذلك لأنه من الملابس، والأصل في الملابس الحل ما دام هذه الملابس ليس فيها مخالفة شرعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نقوم بعمل المظاهرات في بلاد الغرب لتأييد المسلمين، وأحيانا يكون معنا نصارى أو يهود حيث النظام عندهم يسمح بذلك وربما تؤثر في تحقيق القضية؟ المسلمون يجب أن يتميزوا بآداب الإسلام، وليس من آداب الإسلام المظاهرات، وإنما فيه المطالبة بالحقوق في الطرق الشرعية، المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية. أما المظاهرات فليست من هدي الإسلام، وينبغي للمسلمين أن يتميزوا في الداخل والخارج بآداب الإسلام، ولا يوافق الكفار على عاداتهم وما يعملونه مما هو ليس من آداب الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من أخرج زكاته باعتبار السنة الميلادية علما بأنها تزيد على السنة الهجرية، حيث أنه في كل 30 سنة ميلادية تنقص أو تزيد عن السنة الهجرية بسنة واحدة؟ لا، العبادات توقف بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية التي بني عليها التاريخ الهجري، هذه هي أشهر المسلمين، وهذه سنة المسلمين. إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالإسلام والعبادات الزكاة والصيام والصلاة تؤقت بالحج، تؤقت بالشهور القمرية وبالسنة الهجرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن قول بعض الناس: يا هادي يا دليل. هذا عادة عند الناس ولا أعرف لها أصل. الهادي هذا من أسماء الله عز وجل، وأما الدليل فلا أعرف أنه من أسماء الله عز وجل. الدليل أعرف أنه من أسماء الله، لكن الله يدل على الصراط المستقيم، يدل ويهدي سبحانه وتعالى. أما أن يقال الدليل فلا أعرف أنه من أسماء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: كنت طالبة في مدرسة ثانوية قبل 6 سنوات، وقد استعرت من مكتبة المدرسة كتابا اسمه المنجد، وعند تصفحه وجدت فيه صور محرمة تحت اسم عيسى عليه السلام والعذراء مريم، حتى أنني وجدت صورة نسبت لله تعالى عن ذلك. ثم ما أعدت الكتاب إلى المدرسة جهلا مني وسوء تصرف، وبقي معي الكتاب مدة حتى هذا اليوم، وأنا الآن في بلد آخر وقد بدأت السبل لإرجاعه إلى المدرسة. السؤال: ما الواجب علي وكيف أغير هذا المنكر؟ المنجد المعروف أنه من صنع نصراني مسيحي، نصراني ليس مسيحيا، يقال نصراني من نصارى لبنان، من نصارى لبنان من العرب الذين في لبنان، هو الذي عمل هذا المنجد، وذكر فيه هذه الأقوال الباطلة والمعتقدات الباطلة على مذهب النصارى لأنه نصراني، ولا شك أن فيه دسا كثيرا على الإسلام، وفيه خرافات الشر، وهو بزعمه مصنفه لأجل اللغة العربية، ولكنه دس في هذه الأمور وهذه المعتقدات التي لا علاقة لها باللغة، ولكنهم هم دعاة شر يستغلون الأشياء للدعاية أو للدعوة إلى مذهبهم الباطل، فاستغل هذا المنجد الدعاية لمذهب النصرانية والتفليف،
وأن عيسى هو الله أو ابن الله على معتقد النصارى. فالكتاب فيه مادة لغوية وفيه مادة دعوية لمذهب النصارى، وإذا استطعت رده إلى أهله ترده إلى أهله إن كانوا مسلمين، فتبين لهم ما عليه من الملاحظة. إن كان أهله مسلمين تبين لهم ما على الكتاب من الملاحظات، أما إن كانوا كفارا فليس بعد الكفر ذنب، رده عليهم وهم يستحقونه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى بعض الناس إذا دفنوا ميتهم في المقبرة صفوا صفا يتقبلون العزاء فيصافحهم الناس ويعانقونهم للعزاء، السؤال هل هذا الفعل صحيح؟ ترتيب هذا يتخذ ترتيبا دائما هذا لا ليس صحيحا. وأما إذا فعل بعض الأحيان أو يعني من باب اللقاء التقوا بالمصاب وعزوه عند القبر أو هو خارج من المقبرة من غير ترتيب فلا بأس، أما أنه يرتب ويقال للعزاء عند القبر ويصفون، أو ربما الآن يطالبون بناء مظلات في المقبرة لأجل العزاء، هذا باطل ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: إذا توفي شخص من أقاربنا قمنا بجمع بعض المبلغ من المال لمحاذاة ربه. نعم. يقول سلمك الله: إذا توفي شخص من أقاربنا قمنا بجمع مبلغ من المال لنحضر به طعام غداء أو عشاء لأهل الميت ومن يأتي عنده من الضيوف وربما نحضر معهم، السؤال ما حكم هذا العمل؟ لا يجوز هذا، المبالغات وطلب التبرع من الناس لأجل صنعة عشاء هذا من التعاون على المآثم ولا يجوز. لكن من كان عنده مقدرة ويصنع طعام لأهل الميت، البيت بيت أهل الميت، يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويدفعه إليهم هذا سنة. أما أنه يجمع من الناس تبرعات لأجل عمل عشاء فهذا يؤول إلى الحق ويؤول إلى توسع في هذا الأمر، تكلف ما أنزل الله به من سلطان. هذه سنة إن قدر عليها نفلت وإن لم يقدر عليها فليست بلازمة حتى يجمع لها التبرعات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحروحة الجنة فليلزم الجماعة، ويقول: ما معنى كلمة بحروحة الجنة في هذا الحديث؟ بحروحة الجنة وسطها وسعتها، وسطها وسعتها، من أراد الجنة فليلزم جماعة المسلمين ولا يفارق الجماعة، لا يفارق جماعة المسلمين وإمامهم بل يكون معهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: دخلت مسجدا في صلاة الجمعة ووجدت الإمام صعد المنبر ثم وجدت في المسجد قبرا، هل أصلي في هذا المسجد أو أخرج منه وأصلي في مكان آخر؟ أخرج منه لا تصلي فيه، ما دام رأيت فيه أن المسجد مبني على قبر فلا تصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، أخرج وصلي في قبر في مسجد آخر ليس فيه قبر. لا. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو رأي فضيلتكم في الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الدراسة الابتدائية، وهل هذا الفعل مستقبلا جائز، وما رأيكم بخصوص الاختلاط في الكليات مثل كلية الطب سيما أنه يوزع استبيان بهذا الخصوص في الثانوية والكليات؟ علماؤنا وفق الله الحاضرين منهم ورحم الميتين لما أرادوا فتح مدارس للبنات عزلوا مدارس الإناث عن مدارس الذكور وكونوا لها رئاسة خاصة، كل ذلك محافظة على الإناث ومنعا للاختلاط. فيجب السير على هذا المنهج من الابتدائي إلى الجامعة، يجب السير على هذا المنهج السليم وهو عزل الإناث عن الذكور ابتعادا عن الفتنة، وهذا هو منهج الإسلام لا تجوز مخالفته لا في الابتداء ولا في غيره، لأن الابتداء أساس لما فوقه، فإذا وجد فيها الاختلاط انتشر فيما في المراحل الأخرى، فيجب منع هذا الشيء من الأصل
وعدم السماح به. وهذا ما درج عليه أهل العلم وولاة الأمور في هذه البلاد، وامتازت هذه البلاد ولله الحمد بهذه بميزات كثيرة ولله الحمد، لكن منها عزل الإناث عن الذكور في التعليم من الابتداء إلى الجامعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لمصلي الفريضة القراءة عند القراءة أن يسجد عند سجود التلاوة؟ نعم، إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما فإنه يسجد عند في صلاة الجهرية، إذا كان إماما في صلاة الجهرية ومر بآية السجدة فإنه يسجد ويسجد من خلفه، وكذلك إذا كان منفردا في جهرية أو سرية. أما الإمام في الصلاة السرية فلا يسجد للتلاوة، لأنه يشوش على من خلفه فيظنون أنه قد تهى، لأنهم لم يسمعوا آية السجدة يظنون أنه قد تهى فيحصل تشويش. ولذلك قال العلماء: يكره للإمام في السرية أن يقرأ آية السجدة وأن يسجد فيها لئلا يشوش على المأمومين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا أرسلني أبي أو أخي أن أشتري له الدخان، هل أطيعه في ذلك أو أعصيه، وما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ لا تطيعه، على معصية وتعاون على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فشراء الدخان معصية، فلا تطع أحدا ولو كان والدك، لأن هذه معصية والمعصية لا طاعة فيها، إنما الطاعة بالمعروف